بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله تعالى وجيز ينفقطا مضم إيدي هذا عن صفتنا علق دور دائما اشتان صفت والدك إنم أبانشا نعم ذاتلر نعم مستحب بوليا نعم ذاتلر سنة بوليا برنزت نعم ديا استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفس النية أذانش أذان أيضا ندي بس تق دور تكبير وارا دور ثان الله أكبر شون نعم إكي كدن بردم دا أيت مقلو سنة ديا مثال شون كي أول أذانش أذان أيضا نعم دور تكبير دور دم دا أيت يادر مثال شون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بولب بولب وقت يو أو مستحب دال نعم مستحب نعم إك تكبير بردم ده بيلك إك تكبير بردم ده الله أكبر الله أكبر وشيان إكن جدا ده الله أكبر الله أكبر أنا شوف النت لاي هذا أنا إذا نعم دور تكبير دور الله أكبر دور ده بول وايت مللم إك كدن إك بول وايت مللم دشتك تامه أنا نعم دليل نايتيات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه أيتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن في غمام صلى الله عليه وسلم شيء رأيت تدي إذا قال المؤذن يعني حسن أذان شيء قال أذان أتشق ورث تدي شيء دواي الثنية الله أكبر الله أكبر دريا فقال أحدهم يعني أذان شيء الله أكبر دي فدي تذم إذن النام الله أكبر الله أكبر دين دي أيام شو رسول الله شيء دي مكلنا ما نعلت يا Yani dört tekbir bölünü vaydırın hakenin. İkisi bir demdi, son ikisi emniyemi bir demdi. Boşul vaydırın hakenin. Thümme kâle eşhedü en la ilahe illallah. Kâle, yani adan şey diyse idin naksen emniyemi diyemin gaytalar. Eşhedü en la ilahe illallah diyemeli. Şul hadise neyemma diye fe fihi işaretun, zahiretun ila ennel müezzine yecma'u beyne kulli tekbirateyni ve ennel sami'a yücibuhu kezalik diye. Şul ayette neyemme إشارة وإشارة ظاهرة دي. أتصق إشارة ده إذا قلت يا رسول الله نعم ألبتة شنك مؤذن نعم كان جمد وايت ملكا تكبيري كتكبير بردم ده ثم كتكبير بردم ده وأن السامع وأذان شين دين ليانم سامع يعني دين ليجي يجيبه جواب برمان يعني غايت لمال يد الأذان شين قيالة شنك تام هنا أذان أيضا مضى نعم دور تكبير كيس وايت ملكا لانم إكي كدن نعم إكابر وايت ملكا طيب إنك سنة ثلاثنا ما أظن شنها قلنا ترجيع شنو استحباب الترجيع ترجيع أمنا ما أظن صفات لنا أيتق يعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله عن دشمنا غير مظنا أن إلك إتشنا نايتمر ونن ثم أيتمر شنو ترجيع ده يعني رجع إلك إتشنا نايتيان ثم دلنا بين نامتيان دشمنا نايتيان حكم نامه ترجيع سنة حيث ذاتلر ترجع عدليا دينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم غير داشن دنا يتيان ثم أنا إتشن دنا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم غير ما منام داشن دنا يتيان دينا شو إكثر ذم نام ترجع عدليا الترجع دي مكنام الترجع هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت دي ترجع دي مك هو أول نامت مك العود قيد قيد كلمة دي العود قيد الكلمة عاد يعود قيد الكلمة يعني العود قيد الكلمة نم إلى الشهادتين كي شهادة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين كي ذك ها برفع الصوت ها ثيث نام أيضا دن ثم ها ثيث غلر مطلق تيا بعد قولهما أيضا دن نام ثم مرتين كي ذك نام بخفض الصوت إتشن دن يعني إتشن دن أيضا دن ثم دي ينا تعددن نام قيد داشن دن أيت مطلق ترجيع شو Bu tövbe de gıdıklandır. Ha, Esa Türkmen şahit diyene de düşünün. Eşhedü en la ilahe illallah. İlk içinden ait diyen. Sonra yine kaydık gelip neyme daşından sonra neyme ikiye de kaydalıyam. Tayyip. An Ebi Mahzurete radıyallahu anhu. Enne Nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme allemahu hadel ezan. Delil neyme Ebi Mahzure revayet etti. Ebu Mahzure neyme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ha Ebi Mahzure yankı azanı uğra dönünü neyme diye. الله أكبر الله أكبر شيء دي يعني أبي محظوران نعم رواية إنه لم مسلم ده قال يعني ده بس نعم دور تكبير ده لك تكبير كان دور نعم نعم تكبير ورد ده الله أكبر الله أكبر دي ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شنو إتشن دني دي شنو غير ما ضمن اللي كشنو نعم شهادتين
içinden ni diye. Sümme ya'udu sağam gaytadan dolanıp gellenim nâme daşından eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sağam gıyığı rivayet. Ana şuna nâme diyeneken tercih diyeneken. Şunu mu? Daşından aitmadın dönem, ilki içinden ait. Yani ondan sağam gıyığı rivayet. Son namet yan hayya ala salah marratayn yani iki yedek namet hayya ala salah diyen sonra iki yedek namet hayya ala felah diyen iznenem Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah sahih hadis adam sahih muslim de gelen inneki yine bir sünnet zat adan için hakkında et tesvib tesvib demek namet soğatba demek es salatu hayrun minen nevm diyen aşana tesvib diyen yani namet Uqudan namazda hayır va diyen, uqudan tur namaza gel, soğab va diyen. Şuna neyme? Tesvip demek, soğaba çağırmak. Yöre neyme? Birinci adanını değil. Ertirin birinci adanını. Et tesvip fil ezanil evveli li subhi diye. Subhi dediği ertir namazında iki adan aydılıyor da. Bir adan tuzdurmak için aydılıyor. İkinci adan namazın vaatının girenliğini aitmaklık için ediliyor. Şu birinci adamlar tuzdurmaklık için aydılayan adanına tesvip ediliyor. Yani Es-salatu hayrun minen nevm fezu gashulya. Tayyib, bu namı delili an Ebi Mahzurata, yani Ebi Mahzura radıyallahu anhu'dan rivayet edildi. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem allamahu el-ezan. Azan öğretti diye. Ve şu öğreden azanın içinde de namı vardı. Yani ertir namazın birinci azanını. Hayya ala's-salah, hayya ala'l-felah'dan sonra namı Es-salatu hayrun minen nevm, es-salatu hayrun minen nevm deyip kıyırdıydı diye. Nirde fil ula min as-subhi ertir namazın birinci azanını düşündün mü? Ondan sonra Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah dedik diye düşündün mü? Ertir namazın birinci azanını hayya as-salah hayya al-falah'tan sonra Allah as-salatu hayrun min an-nawm as-salatu hayrun min an-nawm sözünü okuyan şuna tesvip değil ya tesvip demek yani nama okuda sevap yok as-salat namaz hayırlı namaza gel sevap da ana şey demekle طيب قال الأمير الصنعاني في سبل السلام أمير الصنعاني رحمه الله سبل السلام دين قطابة يمنين عالملارنا شو تايدا نعمة رواية تتيا يعني ارتيرن برنزاداننا شو نعمة مشروغ دوني ديننا نغني قال بن رسلان ابن رسلان رواية تتيا ابن رسلان فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. بنام شن قايت لدي؟ يعني حديث قال ننثم ها ابن رسلان بن عيت مقلن نام ما نيثوا يعني ابن رسلان نام دي الصلاة خير من النوم دي إرتيرن برنزان النايد اللي هدي. أما إرتيرن كنزان نايد الما يدي إرتيرن كنزان ما كنز إرتيرن كنزاني Yem namazın girenliğini ıglan etti ya diye. Ne hadis aydınlığa doğru değil mi? Düşünüp kullan mı hadisten? Yani bu İbn Raslan'ın beydiğimini hemen anlattı. Beydiğimini anlattı yanın sebebi. Şulan dövrünü de bizim dövrümüzde yakalık birinci adan taşladın mı olmalı? Düşündün mü? Bizim yurtlarımızda ertiyle ne açıdan aydınlığa? Bir adan aydınlığa. Aslında sünnet iki adan aydınlığa. Düşündün mü? Şu an için birinci adan taşladılar. Ve birinci adanına aydılayan es-salatı hayrun müne. Onun namı ikinci adana koştular. Sünnet mi ya sünnetin terzi? Sünnetin terzi. Çünkü İbn-i Rastan red etti ya. Sonra gaytarık etti ya. Es-salatı hayrun müne ne? Birinci adana koşuluyor diye. Ama ikinci adana koştuluk. Ne yapayım şimdi? Ha? لأنه برنزه ناتيا لأنه يعني لأن الأذان الأول هو نعم ضمير برنزه ناتيا لأنه يعني برنزه ناتيا لإيقاظ النائم يتنتظر مقلق شيء شنو ما وبير تهجد ترون مولد نعم تهجد كث هذا الارتير والجق قل يا برا تصق دين زنال ارتير نمادن نعم برخاف قرب لو خاريالك شو داتلر شين يا أغذى بكلمك بكلمك لسيانر أنغ دويدر مقلق شين شو داتلر وادي برنزه دان ماني ثنا وأما الأذان الثاني أما إكنز أذان وأن الصلاة خير من النوم ديما ينام شين فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة إكنز أذان أيام ثانية تنتظر مقلوب شين أيضا إكنز أذان أيام نام هذا قال دعاء إلى الصلاة نام هذا قال نام هذا وقت يردي شون إغلانة مقلوب شين يا شو النقطة ما شو شين نقول كده سنة لر كم محمد صلى الله عليه وسلم الثيان مرضى شون سنة لنا حديثنا قال مقلوب الثيان مرضى Bu hakikatlere neyme düşmançılık etmelilerini, bu hakikatlere neyme dir etmeli. Çünkü es-salatu hayrun minen nevm, birinci adanını aydınlayanken, ikinci adanını da neyme o da aydınlanırken. Tayyip.
استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. نعم بلوم يان قادة اشتراك يان أذان شنها قلنا مستحب يا استحباب يعني ثنتر دي أذان دي في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. أصل أذان قون جيران وقت نايت مقلق سنت أولا وقت جير دامة أول الوقت ها في أول الوقت دي برقيران وقت نايت دي أذان باش من أول من جيجا غالما دي إكنين وقت بولم قون بول دي أما نام وتقديمه عليه في الفجر خاصة. أما إرتيرنا ما ذنّا نعم أذان موات فجر موات غير مذن أغم برا أذان أي ثبول يعني كان أولم حكمة نعلق نعم شون يتن تذر مقلوغ شون أغذ بكليجة يدر مقلوغ شون أكن شون نعم يعني أبي محظورا علي أن حديث مذن يعني دشن مولان باش وات نماذن أم أغن إك أذان ما ديب دشن مولان يوق نعم دورت واتن أم نعم برا أذان وا أولم غيران واتن أي مقلوغ نعم سنة. أما فجرن ها إك أذان ما برا أذان غير مذن أغن أي دليا أول namada değişirler. Yatan tutdurmaklı için, ağız bekleyecek neyme, ayağalendirmek, duydurmaklı için. Ama öz vakti gelen ne de neyme? Sünnedeken birinci vaktinle itmaklı. An Cabir İbni Samurata kala. Cabir yan sahabaytı radıyallahu anhu. Kâne Bilalun, Bilalliye radıyallahu anhu, Bilal İbni Rabah. Bilalliye yüezzinu izâ zâleti şemsi, ha izâ zâleti şemsu la yahrumu. Bilal adam aydın ne diye zâret. Gün gıyışar değil mi? Gün gün yudun gün emesin ait ya. Öğlen vaktini. Öğlen vakti kaçan yeri gün dik tepeden zâle. Yani mâlet. Gün dik tepeden gıyışar değil mi? La yahrum. Yani bir minden giyeceği almadı diye. La yahrum dedi. Giyiren vaktinden bir salmam ne ama kesmedi diye. La yahrum. Gehetmezdi diye. Giyirdi mi? Gün adam aydın diye. La yahrum dedi. Gün giyişardı mı depeden öğlen vakti giyirdi mi? La yahrum. Vaktinden ne ama? Giyecek almadı diye. Destine. Gün adan aydırdı diye. Sümme la yuqimu. Sonra ne ama? Kamadam aytmazdı diye. Hatta yahruca ileyhin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. De peygamberimiz ne ama? Geliyençe diye. Fe idâ kharaca ekâme hîne yara. Ve ne ama? Kamadam peygamberimiz öğünün meçhide çıktı mı? Onu peygamberi görünün ne ederdi diye? Adam ederdi diye. Şimdi şu hadisten yine bir almalıyı feyda alamaz. Birinci feyda atam ne ama? Adam, adam için hakkı. Düşündün mü? Kamat, imamın hakkı. Düşündün mü? Adamça şu at ait ya ait mi diyemene hiç kimin hakkı yok. Adamç bellerini değil mi? Hükümet tarafından. Şöyle adamım ne ama? Adam aitmaklığı hakkı. Vaktini biliyor, şartlarını biliyor, şurutlarını biliyor. Adan için ama ödü bellenin vaktinde ait ya onu hiç kim durun tek ait ait mi diyemen hakkı yok. Adan doğru adan için hakkı. Ama kâmet kim için aydır ya? İmam okumak için ne? Ama kâmette adan için hakkı yok. Çünkü mü? İmam en tek yok. Cemaat gelene ait mi dedi mi adan için hakkı yok. Ama bizimkiler ne met ya şu vakti diyor. Ne şu vakti istenlik meçhidimi de var ya. Ne ama şu müdürde de. Adançı adanım isteğine göre ait ya kamadan. İmama seyreden ağam. İmam atıyorum molin. Ne mi? İmama seyreden ağam. İzinim sonra anak. Ne mi? Kamada ait ya da geldi ya. Yok. Belki imam oturanır ya. Dak gelinim biraz deyince alacaktır. Demin duracaktır. Ya gördü vakti doğru. Tek üç mel cemaat. Üç menler. Şun için imam gelip ne mi? Kamada ait değil mi? Adan için hakkı yok. Düşünüp değil mi? Adan aitmek adan için hakkı. Kamada düşürmek kimin hakkı? İmamın hakkı. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم في غمام صلى الله عليه وسلم إكذان سثولا برنزا ذان سث بلال إكنزا ذان سثم ابن أم مكتوم ولن طيب إرتيرنا ما ذنن إكذان أيدلا بر أذان نام غير مذنن أم يتنا تدور ما وشين أخذ بكلجك نام ضيدور ما وشين إكنزا ذانم vakti girmekliği için. Yine yatan tutturmaklığı için. Eğerlendirmek için adana aitleyen Bilal eken. Namazın vaktini girenliğini belli etmekliği için. Nam, ıglan etmekliği için adana aitleyenim. İbn Ummu Mektum eken. Şu an için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diye? İnne Bilalen ya Bilal'ye adana aitleyenler giyece diye. Yani ertirim vakti girmediğinden ön adana aitleyenler diye. Şu an için Bilal'in adana seretmen. Fekulu ve şirabu. İyi verin, içi verin. Ta hatta dediği şu. Ta yüezzinu adan aytiyansa ibn ummu mektum diye. İbn ummu mektum adani ertirin namadı giren şuyun aytiyadi. Ama Bilal
önünden neyme yatan tutdurmak ya ağzı bekleyeceği neyme duydurmaklık için aydı ya. Çünkü Bilal adan aydı mı iyi ver, çiver diye neyme kesilme diye. Ama İbn Ümmü Mektum adan aydı mı saklanıyor. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم ديا. طيب Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ertirin namazını ikazanın nemçün ha edilenlerinin hem hikmetini aittir. İşte. Vakat beyyene, beyan etti diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el hikmeti hikmetin niye neyme takdim, öngörtü aydınlıklığının fecirde ertiyer namazında neyme vaktinden hem öngör adanın aydınlıklığının diye hikmetini aittir diye. Yani ertiyerin vakti girenine bir adan aittirdi ve vakti bir girmediğinden hem ön yine bir adan aittirdi. Şu an hikmetini aittir neyme diye la yemne annekum la yemne anne ahadekum hiç kim neyme hiçbirini de saklamasın niye Bilal'ın azanı selerliğinden ne? Selerliğe de batıyorsun mu diye? Bilal'ın azanı ne? İmek içmeklikten, selerlikten sen saklamasın diye. Ne için? Fe innehu. Çünkü Bilal ya yüezzinu azana ihtiya diye. Giyecesine. Ne ama? Liyerci'e kaimekum. Yani kim teheccüde kavaturan mı orada? Ne ama? Ertiğin vatı koloyla akkeliye. Teheccüddeki teheccüdün kes deyincel. Ya yatan mı olsan tur tayinlanacak bol. Ya selerliğin mi olsa ne? Selerliğin iyice bir imelen mi olsa ne? Aklı bekleyecek olan selerliğin iyi diye. Ne Bilal şu zatlar için adana ihtiyar diye. Ve yünebbihe kaime naimekum diye. Ve yatanın adam neyme tuzdurmakluğu için diye. Çünkü Bilal'in adanı sizi neyme selerlikten ondan bundan kaytarmasın diye. Ta İbn-i Ümmü Mektum'un adanı aydılayan şey neyme iyin içi verin diye. Tayyip, şimdi bu zatlar bilen mi olsa? Adan kamadı eşdiyenin hakkında neyme sünnet. Adançı adan etti. Doğru değil mi? Bizim adanı eşti otuyor. Bizim hakkımızda neyme sünnet. Şöyle uğraşacak böyle. Ma yukalu inde sema'il ezani vel ikameti diye. Adanı ikameti neyme eşleyen adam neyme diyemeli. An Ebi Sa'idin delil. Neyme Peygamberimiz aslında şey diye. An Ebi Sa'idin enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. İza semi'tumun nida'a fekulu mislema yekul el muezzinu diye. Dinleyici ne etmeliken? İzâ semi'tum. Ey dinleyiciler diye. Eğer siz semi'tum eşseniz en nidâni yani azâni. Fekûlû sizem aydın misle. Ha? Edil mâ yekûlul müezzinu azançin aytiyan dağıtlarını. Yani azanç Allahu Ekber Allahu Ekber dedi mi? Bizem içimizden Allahu Ekber Allahu Ekber dedi mi? Yani azançin izinden azanı aytalamalı. Şu nükte mi? Ya danim yani yine bir edileyen adı ve beğer dedin adançın adanını kaytarmalı. Yani başka da dileyen adı ama adançı eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah var. Şotak yetene de biz neyme diyemeli? Ve ene eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul ha, la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh razıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Nebiyye diyemeli. Şunu mu? Şunu diyeceğim böyle. Adançı şehadet sözüne yetiyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yetenle neyme diyebiliyat bizim içimizden. Neyme diyat. Ve ene ve menem. Neyme ve ene de. Ve menem şayetlik veriyen. Eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Radiyetü billahi rabben. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resule. Ve bil islami dine. Bu hadithen neyme. Müslim de geliyor Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın da rivayet eden hadisi. Son. Ve an Umar ibn el-Khattab radıyallahu anhu kala kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza kala el-muezzinu Allahu Ekber Allahu Ekber. Umar'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eden hadisinde Peygamberimiz neyme diye. Hasan'la adançı Allahu Ekber Allahu Ekber deyse fe kala ahadukum sizin birin adam Allahu Ekber Allahu Ekber deyse diye. Ha? Kaytalar. Sümme kala Ha? فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر ثم قال ثم إذن نن ينا أذان سدوا من إذا دكتور أشهد أن لا إله إلا الله قال غيت أنا إذن أشهد أن لا إله إلا الله ديته. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله شهد ثنم إذن النام أشهد أن محمد رسول الله ديته. ثم أذان حي على الصلاة ديته ها ثنم لا حول ولا قوة إلا بالله ديته أذان حي على الصلاة ديته نبذ نام دي ملي Hayya al-salah diyse gammol ya. Ya da şu hadis-i sakiyalık. La havle ve la kuvvete illa billah diyse gammol ya.
حي على الفلاح دينا حي على الفلاح دي ثغم موليا يا دش حديث قيالة لا حول ولا قوة إلا بالله دي ثغم موليا شنو دي ثديا ثغم أبا عن شنامة حي على الفلاح دينا لا حول ولا قوة إلا بالله دي ثديا دين لي أنشي ثغم أبا عن الله أكبر الله أكبر دينا إذن نقايت لنا الله أكبر الله أكبر دي ثديا ثم أبا عن لا إله إلا الله دي إذن نقايت لنا نامة لا إله إلا الله من قلبه يرونن ديسة يعني دلنن ديسة ويروم شما إيمانت يعني حقيقة وعدة حق الله دغني دخل الجنة شل آدم نامة جنتي دي شنو نامة قايت لمالي وإيمان متمن شو دات لهم فمن قال مثل ما يقول المؤذن كم ده كم آيثة دي مثل ها إدل ها أبان شين آيد شيالق يعني إذنن قايت لثا أو قال عند الحيعلتين هذا حيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله ديث حيعلتين دي حي على الصلاة حي على الفلاح دي دي حي على الصلاة حي على الفلاح نعم دي لي حيعلتين دي هذا نعم إدل أضعان شين دي شالق دي يا دانيم حي على الصلاة حي على الفلاح دي حي على الصلاة حي على الفلاح دي من لا حول ولا قوة إلا بالله ديث نعم إن شاء الله حديثنا جواب برشنا ولا نامة شل جنتي أنا شو طاعد نامة يادا جيمد الشيخ حفظه الله برضات بيربتر ولا عد نامة يالنغش شو طاعد نامة ديبتر أو جمع بين الحيعلة والحوقلة ديا شنو ما فقد أصاب إن شاء الله بقول نامة أصاب دال ويالنغش شنو ما يعني إمام حي على الصلاة يعني هم حي على الصلاة هم محي لا حول ولا قوة إلا إكثنم بلدي ثدديا إن شاء الله يانغش والمدى يو قاية ثم وضبير النية أبانش حي على الصلاح دي نيرا حي على الصلاح دي يا دانم لا حول ولا قوة إلا بالله دي إكثنم قاية لمق جملة مقبولنا شنو كتامة ثم شين بنا ما تشذي يانغض ثم فإذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وأجابه السامع قال بعد الفراغ ما يأتي في الحديثين إن أذان سأذان عيد بولون ثم ديا يا دانيم أذان شين إذنن قايتليان قايتلات بولون ثم شو إك حديث ثقليان دوغالر إتملي شنو من برنج حديث عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص عمرو بن العاص أغلي نعم شو ديا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله نعم عمرو بن العاص أغلي اشتبتر بيغمر مدن نعم يعني شي ديني نعم ديا بيغمر مدن إذا سمعتم المؤذنة إغر اشتنغض أذان شيني ثم دثنا نعم فقولوا يعني دثنا أذان ش الله أكبر الله أكبر دي دمي قونو ثم الله أكبر الله أكبر دي دي شو ماني في إما كابير تيرت شنية أذان ش دول أذان عيد بولنن ثم أنن او أذي دول أذان بتويلون غيتلا يوك ثم ثد أذان شين أذان نغيت لمالي فقولوا دي دثنا ثم دين أذان شين ديان دادني ثم أذان شين إذنن غيت لات بولون ثم نام دي ثم صلوا علي ثم مغا صلوات أيضاً دي أنا بو دين ليانن حقنا شنو مي دين ليانن حقنا أذان شين أذان أيضاً بولون ثم غيت لدن ينا إذنن إتمر رادم سنت أولو نام ديان صلوات خير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شنايت يا نامتشين فإنه فقط ضرب بصلوات يتمقلون فإنه شنكي دي كم ذا كم من شنكي كم ذا كم صلى علي صلاة يا ما غبر صلوات يتدي صلى الله بها عليه عشرة شن مانا بر صلوات ايدن شن يا سببنا الله اونا اون صلوات ايد ديا ديا شنو ما ثم صن صلوات دن ثم ديا سل الله لي الوسيلة الله دن ثوران لي منن شن يا وسيلة ديا شنو ما نعم منن شن وسيلة ثوران ديا ثم وسيلة نعم دين عيت يا وسيلة نعم ثواب بدغت شلون دشن شنو ورامي يا رسول الله دشن نور شنو ورا بدخايفنا المالي ثواب لون دشن نور شنو ورا دشن جان المالي يا رسول الله دشن نور شنو ورا دشن جان المالي رسول الله شلون شنو بيغا ممد وسيلة عند شنو يا وسيلة نعم فإنها إلبت أولي وسيلة
menziletun diye bir derecedir diye, bir öydür diye cennette diye, fil cenneti la yenbeği ödem verilenler ol öy illa li abdin min ibadillah, Allah'ın kullarının içinde yeke bir kula verilecektir diye. Yani Allah öd bennelerinin içine yeke bir bennetine verecektir. Ondan başka hiç kime verilecek gelir diye. Ve arcu ve menem umid et yani en ekuna ana huva. Şu yeke verilecek kul menni umid et yani. Şununla. Tamam diye. Femen se'ele liyel vesilete. Kimde kim bana vesilet sorusu diye Allah'dan. Hallet lehu eşşefaatu diye. Şuna ne ama inşallah menin şefaatim ne ama miyesser olur diye. Şununla. Menin diye ne yapıyor? Estağfurullah. Fahallet lehu eşşefaatu. Şuna ne ama şefaat ne ama berler diye. Şuna şefaat berler diye. Üstadın ne yapıyor? Aslında bizim dersimizde layık zaten değil. Olayın yönü ne ama ümmetin bir keseli kıtkaç açıklayın. Şunu ne ama sopular? Kim ne ama bana vesilet soruhu diye şuna şefaat berler diye. Onlar vesilet deyip ne ama öz havalarını var açıklar. Kim neyme men tevessül etse diye. Meni Allah ile arasını ara tutunup neyme menden şefaat sorusu şuna neyme şefaat eder niye. Delilin neyme ine kim bana neyme vesile sorusu diye otur. Yok. Resulullah'ın öyle ayda otur. Bu hadisin adam Sahih Bukhari'de geliyor. Resulullah'ın öyle ayda otur vesiledin neyme din. Meni ara tutsa dedi mi? Yok. Vesilet meni ara tutmak diye. Ne? Vesilet neyme cennette yekece bir adama verilecek cay diye, menzile diye, derece diye, mertebe diye. Oğlum dine bir adama verilecek diye siz bana Allah'dan şu cennetteki vesile dağıtlı menzinen dileşin diye sonra inşallah neyme şefaat neyme miyesser olur diye şefaat ediler diye. Yastı mı? Akşam mı? Tayyip. İrna hadithi malalim onun demedi. Ne Cabir'in hadithinle? وعن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه حديث هذا بيغم من نعم من قال حين يسمع النداء كم ده كم أذان اشتنى يعني أذان اشتب قيتلاب بولن ننتم شو دوغان الثدي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة دي. كم أذان أيد بولن نتون أذان دينلا قايتلا بولن نتون شو دوالر أقوته دي شو قيامة كنن نعم منين شفاعة دم نعم ميستد ولا دي الله محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة تمكلا أرثقت بيرسة نعم من شو ما شفاعة يدرنيا طيب فائدة النية بر بيدا بريا يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ مستجابة النية مسلمان آدم هذا أذان من قام دن عرسنا كان دعاء مطلق سنة دي çünkü أذان من قام دن عرسنا ما دعاء قول ديليان وقت دي عن أنس دليل نام في غمام صلى الله عليه وسلم روايته يا أنس نام دي في غمام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة أذان من نام قام دن عرسنا إدلن دعاء قيتر لنا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الطشيمه